آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهارده زبادي. جبت 2 كيلو لبن وتغليه، عايزاه دسم. هتسيب القشطه بيتيه في التلاجة يوم، هيعمل وش قشطه، هتشيل القشطه من على وشه. عايزاه منزوع الدسم، لو عايزاه بالدسم زي ما هو بالقشطه بتاعته، منزوع الدسم هتشيل القشطه وتجيب اللبن وهندفي اللبن. انا هخلي اللبن فاتر، هتسخن على ايديك تستحمل درجه حراره الحله كده، واللبن هيكون فاتر، هندفيه يبقى فاتر، فاتر زي رجعه البيبي كده معايا. هجيب علبتين زبادي، كيلو اللبن بحط عليه علبه زبادي، كيلو اللبن هحط له علبه زبادي مش صغيره. هجيب علبتين زبادي وافضيهم، وهجيب مغرفة لبن اهيت، كبش اهيت على الزبادي بره بره الحلة. وابتدي ادوب دوبها بقى بالمشوكة، بمعلقة، أي حاجة موجودة عندي، المضرب، المهم إنك أنت تنعمها كويس خالص لوحدها بره. خلاص هي مش فيها، مبقاش مكرزه، نعمها خالص. هم محضره معايا شويه ميه سخنين، واحط عايز تحط في كوبايات، حط عايز احط في طاجن، في طواجن صغننه، هتكوني محضره صينيه وهتكوني محضره شويه ميه سخنين، يعني مش ميه مغليه، ميه سخنه، عشان دي هتبقى زي حضانه كده. هنحط اللبن، هنحط الاول الزبادي اللي احنا قلبناه في اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ده منزوع الدسم، انا هاخده على وشه قشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى اللي احنا الزبادي اللي احنا ضربناها في شويه لبن حليب من اللي احنا مدفيينه، هنحطه فوق اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي بقى تقلبي كويس. لو ما عندكيش مضرب عادي قلبي بالكبش عادي، المهم انك تضربيه كويس. التقليبة دي مهمة عشان اللبن يتقل معاك، يبقى زي الزبادي الجاهز وأحلى كمان.
كل ما نطلع الفرن يسخن وتطفيه، يكون الفرن مطفي مطفي، ما يكونش متولع. نستنى لما يهدى الحرارة بتاعته، هنحط الطاجن ده بقى في الصينية بتاعته في الفرن. لو مش عايزة تحطيه في الفرن سيبيه بره، بتسيبيه بقى 5 6 7 ساعات. لما تحس ان هو هتشيل الطاجن تلاقيه ما بيتهزش منك، ثابت كده، هيبقى خلاص تقدري تحطيه في التلاجة. يعني لما تكون هتعمليه بقى للسحور تعمليه الصبح كده ان شاء الله كده، اول ما هتدور كده اعمل الصبح كده الساعة 11 كده ولا حاجة، تفطر يكون جاهز على السحور. بس كده زي ما انتوا معايا. بصي شوف اللبن تقيل زي كده، بقى سمكه تقيل شوية. بس كده نجيب المية بقى السخنة، يعني بياخد وقت معانا لما بسم الله الرحمن الرحيم كده بقى احطه في الطواجن اهوت. وعايز تعمليه في كوباية ازاز عادي بقى. يعني بتعمل قبلها بفترة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي حضانة كده بقى. تنضف واوفر بقى من الشلل. جاهز. هجيب بقى مية سخنة، سخنة يعني مش مية سخنة، معلش مغلية بس كده. نبتدي بقى بس كده هدخله الفرن بقى، فرن مطفي وبارد سخناه. بس كده بس بقى كانوا لايك وشير.